طيب اول ريفرنس عندنا اللي هو internal combustion engines او engineering fundamentals of the internal combustion engines. ده ريفرنس من تأليف عالم اسمه ويلرد. ده احد الريفرنسز. في ريفرنس تاني اسمه جوبتا او العالم اسمه جوبتا يعني. هو اسم الريفرنس introduction برضو او fundamental اسمه fundamentals of internal combustion engines. ده برضو ريفرنس. وفي ريفرنس اخر اللي هو بقى احنا بنقول عليه يعني ده ريفرنس لكل المحركات اسمه fundamentals of internal combustion engines بتاع هيوود. وعالم اسمه هيوود. بس يعني هو حديث قوي يعني من سنتين ثلاثة كده. ألفين وتمنتاشر. أوي في مجال المحركات يعني. بس يعني هو الفكرة ان ال يعني الكونسبت واحد وعلى حسب احنا محتاجين هنقول ايه. طبعا المراجع دي مش مطلوب ان انت تذاكرها من الجلدة للجلدة يعني. هو في موضوعات هنختارها وهنشرحها منها يعني. وده الاسلوب المذاكرة في المراجع يعني عشان بس تبقوا عارفين. ممكن تبتدوا تكتبوا أسماءكم لو عايز يعني. اللي عايز يكتب الاتندنس يكتبه يعني من باب الايه نحن نستفاد بالوقت يعني. طيب نرجع بقى للموضوعات بتاعتنا اللي هو هناخد المرجع نقول مرجع من المراجع الأساسية اللي عندنا اللي هو Engineering Fundamentals of Internal Combustion Engine Second Edition أو الطبعة الثانية. هنروح للباب الثاني بس قبل ما نروح للباب التاني نعدي كده بسرعة على الباب الأول. انتوا قابلتوا الباشمهندس محمد زكريا الأسبوع اللي فات ولا لأ؟ يا دكتور قابلناه. طلب منكم تقرير عن الـ Engine Classifications. ايوه ماشي. هتلاقوا بقى في المراجع دي شوية حاجات كده يعني. يعني من ضمن الـ Classifications بتاعت الـ Engines اللي هي المحرك بقى، هل هو أحادي الأسطوانات ولا متعدد الأسطوانات؟ ده Classification. الارنجمنت بقى المحركات المتعددة الاسطوانات، هل هي ان لاين يعني على خط واحد ولا على شكل في؟ ماشي.
او في على شكل W، يعني ده V وكأنها V تانية فبتبان على انها W. هل المحركات على هيئة البوكسر تايب، اللي هو ده النوع ده اسمه بوكسر، يعني ده عامل زي محركات البيتلز القديمة دي اللي هي الفوكس بيتلز القديمة، وبرضه زي المحركات السوبارو، عارفين العربية السوبارو الياباني، هي برضه واخدة نفس البروفايل ده. في محركات اللي هي دبل او اوبوزد، يعني محرك بيستمين ضد بعض كده وبيشتغلوا، ودي ده اتجاه برضو حديث دلوقتي بدأ الناس تتجه ليه، لأن بيبقى فيه كفاءة عالية جدا للمحركات دي، بتوصل لحوالي 50% مقارنة بكفاءة المحركات العادية دي اللي هي يعني بتبقى حوالي أقصى حاجة 30%، 33%. في اللي هي على شكل راديال، او البساتم بتبقى مرصوصة على هيئة راديوس كده، ودي المحركات دي في الغالب كانت بتستخدم في محركات الطائرات اللي هي المروحية بتاعت زمان دي، بتبقى بهذا الشكل. فالابواب دي ممكن تستفادوا منها، الباب الاولاني ده ممكن تستفادوا بيه في ازاي تعملوا الريبورت وتستعينوا بيها. يعني التركيب بتاع المحرك شكله ايه، عندنا هنا بيستم، عندنا هنا سلندر، عندنا هنا وش سلندر. وش سلندر ده بيبقى راكب فيه بوجيه، وبيبقى راكب فيه صمامات، صمامات سحب وصمامات عادم، وفي عندنا كامات اللي هي مسؤولة عن فتح وغلق الصمامات. كل ده ايه يعني، اعتبروها قراءة مفيدة مش قراءة غير مفيدة، وبغرض التعلم وكتابة التقرير. يعني الأشواط اللي احنا شرحناها موجودة، والفرق ما بين التو ستروك والفور ستروك موجود هنا في الباب الأول ده. انا هنبتدي بقى النهارده نتكلم من الباب الثاني. هنتكلم عن حاجه اسمها operating characteristics. ايه ال operating characteristics دي؟ اللي هي مقصود بها معاملات الاداء. ايه معاملات الاداء دي؟ اللي هي سواء كانت المواصفات بتاعت المحرك او المخرجات بتاعته، زي القدرة الباور، يعني زي العزم تورك، زي استهلاك الوقود، زي الكفاءة. دي حاجات انتوا سمعتوا عنها قبل كده، وفي حاجات لسه ما سمعتوش عنها ونتعلمها مع بعض، زي مثلا الاستهلاك النوعي الفعال للوقود، زي كفاءة الحريق، زي الكفاءة الحجمية. هنمشي ونسمع الحاجات دي ونفهمها واحدة واحدة كده، بس بالتدريج. هنبتدي أول حاجة، أول خطوة عندنا، احنا عندنا هنقول ان احنا عندنا البيستون أو البستم اهو، ليه قطر بيطلق عليه بي او ساعات دي، يعني في المراجع بيبقى بي او ساعات دي. وبي دي جايه من بور، والدي اللي هي جايه من الدايمتر. يعني فالبور هو مقصود بيه قطر داخلي، يعني كانه قطر الاسوانه، كانه قطر الاسوانه من الداخل يعني. والدايمتر اللي هو قطر الخارجي بتاع البيستون. هما الاثنين تقريبا متساويين، فرق ما بينهم مايكرونز، يعني مش يعني لو قلنا ده ستة، يعني لو قلنا ده 80 هتلاقي ده مثلا 80 و10 ولا 20 مايكرون،
فهو 80 برضو يعني. اللي عندنا باراميتر تاني واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت اللي هو الستروك او الشوط، واتفقنا ان تعريف الستروك هو المسافة اللي بيتحركها البستم لما يلف، ايه لما البستم او الكرانك يلف من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر او العكس من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر. فالستروك ده الستروك ده ون بيتقاس اساسا ما بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر، يبقى ده بعد يعني زي الديامتر او البور. وبرضو عندنا اللي هي ده لو قلنا ده الكرانك وده كونكتينج رود او ذراع التوصيل، وده ده كرانك يعني وده ذراع التوصيل. ففي عندنا زاوية ما بين الكرانك والمحور الواصل ما بين المركز الدوران و البنز ده او الحتة بتاع اللي واصل فيها ذراع التوصيل. لو انا همد كده الزاوية دي اسمها ثيتا او ساعات بيطلق عليها فاي في مراجع تانية. مهم يعني دي كرانك انجل، يعني دي بيطلق عليها كرانك انجل او زاوية حركة الكرانك يعني. فالزاوية دي طبعا بتتراوح ما بين صفر لحوالي 360 درجة، بتتزايد لغاية ما توصل ل 360 درجة وتبقى صفر تاني وهكذا. في عندنا الـ A دي الـ A small دي اللي هو الطول الركبة بتاعت كرانك أو المسافة ما بين السنتر بتاع الدوران والنقطة بتاعت الكونكتينج رود اللي هو اللي فيها البيج اند يعني. في عندنا بارامتر كمان بيظهر لنا اللي هي المسافة ما بين المركز الدوران والكونكتينج رود. طيب حد يقول لنا هل المسافة دي مسافة ثابتة ولا متغيرة؟ شباب الاس دي قيمة دي اس كابيتال ودي اس سمول، خلي بالك الاس السمول دي مسافة ثابتة ولا متغيرة؟ تتغير من ار زائد اي لار ناقص اي. شاطر، كويس يا يحيى، كويس يا باشمهندس. احنا ليه بقى؟ لان انا عندي ساعات يبقى الكونكتنج رود ده لفوق كده والار على نفس الاستطالة، فايه بيبقى زي ما تقولوا المسافة اس دي بتبقى اكبر ما يمكن. لو انا لفيت العكس بقى خليت الكرانك ده النقطة دي خليتها تحت هنا فأصبح المسافة ما بين السنتر والنقطة دي هي R ماينس 2 A بقى ولا إيه؟ ماينس A، ماينس A يبقى إما زائد A يا إما ماينس A. طيب عندنا كمان اللي هي الـ V displacement أو حجم الإزاحة. حجم الإزاحة دون اللي هو الحجم المحجوز ما بين الـ top dead center والبستم، ده الـ V displacement. طبعا V displacement ده برضو متغير لان عندي الاس دي برضو بتتغير، او بمعنى اصح الكرانك ده عمال يلف فالبستم بياخد الكونكتنج رود يعني وينزل ويطلع تاني. فالفي ديسبليسمنت دي بتتراوح ما بين صفر الى
الحجم بتاع الاسطوانه دي اللي هو البور ده مضروب في نفسه، يعني باي بي سكوير على 4 مضروب في الاستروك اللي هو الحجم، يعني الازاحه بتاعت البيستون ده. بعد دي مساحه باي بي سكوير على 4 مضروبه في الاس كابيتال يدينا حجم. يعني بمعنى صح كاني جبت ده القطاع ده مدور، ضربت مساحة القاعدة في الارتفاع، حصلت على الـ V displacement. تاني وقلنا انها بتتغير من صفر الى القيمة القصوى بتاعتها اللي هي باي بي سكوير على 4 في الاستروك. طيب ادي حجم. في عندنا حجم اخر اسمه VC او V clearance او حجم الخلوص. فحجم الخلوص دون هو الحجم المحجوز ما بين البيستن والسلندر هيد، او ما هو اعلى البيستن، يعني الحجم اللي فوق دون. ودون مهم جدا عشان تشغيل المحرك، وبيتحكم فيه يعني حاجات من ضمنها نوع المحرك، يعني او نوع المحرك بيتحكم في الحجم ده. فاحنا لو عندنا يعني حجم الخلوص ده، اولا انا محتاجه لحجم الخلوص، يعني انا ما كنت الغيه خالص، يعني بلاش حجم خلوص خالص وخلي البيستون يوصل للتوب دوت سنتر، ما بقاش فوقيه اي حجم فوق. من الناحية الميكانيكية قد استطيع في بعض الحالات وقد لا استطيع في حالات اخرى يعني، بس في الغالب مش هعرف، يعني لازم هيتبقى لي خلوص ما بين البيستون والاسطوانة او سلندر هيد او اللي هو وش السلندر. هيتبقى ليه محتاج وجود حاجة زي كده؟ عشان حركة الصمامات. يعني انا عندي بيبقى فوق مثلا هنا في صمامات، فانا عشان احافظ على ان الصمامات دي ما تخبطش في البيستون وتتكسر او تتعوج، لازم احافظ على بعض الخلوص هنا عشان ادي حرية حركة للصمامات. يعني لو رجعنا للرسمة اللي هي في الشابتر اللي قبل كده، او اللي هي القطاع بتاع البيستون ده، اهو حاجة زي كده. هنا انا محتاج حجم يتحرك فيه الصمام، يعني انا لما اجي افتح الفالف ده، يعني الفالف ده هيفتح بناء على حركة الكامة. كامة متلف شوية، ففي الحتة اللي بارزة دي هتقوم زقة الايه، زقة الطبق ده بالسوستة بالبتاع بالفالف ده يقوم فاتح، فهيبقى فيه حركة هنا. لو البيستون ده طلع وقفل على الحركة دي هيكسر البيس، هيكسر الفالف، او هيكسر حاجة الضعيف فيه ما يكسر يعني. او اقل تقدير هيتعوج يعني الفالف يعني. فالفكرة ان لازم يبقى عندي حجم هنا حتة دي عشان احافظ على الحركة بتاعت الفالفز تكسرش ويفضل السيستم شغال يعني. فاحنا عندنا الكليرانس فوليوم ده مهم جدا عشان تشغيل المحرك، يعني من غيره محرك هيتكسر او مش هيشتغل.
طيب تعالوا نشوف بقى أول نربط العلاقات مع بعض. احنا عرفنا بعض الـ أو الديفينيشنز لبعض الـ نقول بقى البارامترز بتاعت الانجن أو الكاركترستكس بتاعت الانجن زي البور. يعني أنا ما أقول لك ده بيستم القطر بتاعه 80 ملي 100 ملي 120 ملي 76 ملي، ده توصيف للمحرك ده. الستروك بتاعه كذا، الفوليوم، الفي ديسبليسمنت بتاعت المحرك كذا. يعني انا لما اقول لك مثلا محرك 1600 سي سي مثلا، ده معناه ان الفي ديسبليسمنت الكليه للمحرك، يعني انا عندي مثلا 4 اسطوانات 3 اسطوانات ايا كان دلوقتي، 6 اسطوانات زي ما يكون، يعني بجمع الفي ديسبليسمنت بتاعت كل الاسطوانات، ودي هي بتساوي اللي هو حجم المحرك. فده يعني توصيف، بقول لك محرك 2000 سي سي 3000 سي سي 6000 سي سي او 1600 سي سي او 800 سي سي زي ما يكون بقى. يبقى ده اللي هو ما تجميع الفي ديسبليسمنتس بتاع المحرك بتاع البساتم كلها. فانت لو عرفت باسم واحد هتضرب في عدد الاسطوانات هتحصل على الفي ديسبليسمنت توتال اللي هو حجم المحرك الكلي. من ضمن برضو العلاقات اللي احنا يعني نقدر نستنتجها بسهوله ان اللي هي الاستروك بيساوي 2a، الاستروك اللي هي الاس كابيتال هتساوي 2a. ليه؟ لان ال A دي هي الراديوس بتاع الكرانك، فهو الستروك هو الحركة ما بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر، فعندي هنا راديوس وهنا راديوس، فالستروك هتساوي 2a. في برضه عندنا علاقة مهمة جدا اللي هي الافريج بيستون سبيد، اللي هي هنا بيرمز لها بيو بي، او يعني يو اللي هي الاختصار يعني بسرعة، يعني بي اللي هي البيستون او بيستون سبيد يعني، ودي بتساوي 2 اس ان 2 اس ان. الاس الاس اللي احنا لسه قايلينها الستروك، والان اللي هو سرعة الدوران المحرك. فاحنا عندنا الـ average piston speed بتتراوح من 5 متر per second الى 15 متر per second، وده معامل لمقارنة برضو المحركات. فانا لو عندي محرك الـ average piston speed فيه كبيرة، ده معناه ان في الغالب التآكل بتاعه هيبقى كبير، وبالتالي العمر بتاعه هيبقى اصغر. فانا عندي محركين نفس المواصفات تقريبا، وطبعا ما فيش محركين ايدنتيكال 100% يعني، بيبقى في تقارب في المواصفات. ولقيت ان عندي محرك الافريج بيستون سبيد فيه عاليه ومحرك تاني الافريج فيه سبيد بيستون اقل، لو انا بدور على عوامل التفضيل ما بين الاثنين هاخد الاقل افريج بيستون سبيد عشان المحرك بتاعي ده يعيش مده طويله ما يتاكلش بسرعه. في عندنا كمان سرعة الدوران المحرك الـ N، دي هي سرعة الدوران. سرعة الدوران دي في محركات البنزين في العادة يعني بتوصل لحوالي 6000 RPM، يعني 6000 لفة في الدقيقة. في محركات الديزل بتبقى حوالي 3000 لفة في الدقيقة أو أقل. ولكن لو انا شغال على محرك مثلا موتوسيكل او محرك صغير، بلاقي ممكن سرعه المحرك توصل لايه
حوالي 12,000 وساعات 15,000 لفة في الدقيقة. ده القيمة القصوى يعني. في قيمة دنيا أو أقل قيمة ممكنة يعني، ممكن تبقى يعني أقل سرعة للمحرك بيشتغل عليها، بنسميها يعني السرعة الدنيا، بتتراوح ما بين 500 ل 800 في المحركات السيارات يعني. ولو احنا عندنا محرك كبير، الاقي اقل سرعه دي بتبقى قليله، ممكن توصل ل 500. لو محرك صغير، هلاقي السرعه الدنيا دي زي مثال محركات الموتوسيكلات دي بتوصل ل 1200 السرعه الدنيا بتاعته. فالسرعه الدنيا دي بتعتمد على حجم المحرك، وبرضو السرعه القصوى بتعتمد على حجم المحرك. في العاده الكروزنج سبيد او سرعه السير لمسافات طويله يعني بتبقى حوالي 2000 RPM. وفي الغالب بقى الناس او المصممين بيشتغلوا ان دي السرعه في الغالب المحرك بيبقى شغال عليها معظم عمره. هنا في مقارنة مثلا ما بين أنواع محركات مختلفة من كذا بارامتر من اللي احنا اتكلمنا عنهم. تعالوا نشوف، أو وفي حاجات لسه ما اتكلمناش عنها، تعالوا نشوف بس اللي احنا اتكلمنا عنهم دلوقتي. البور اللي هو القطر الداخلي ده بالسنتي مثلا، بيقول لك ان مثلا الايروبلين موديل تو ستروك سايكل في محرك بتاع طيارات لعبة كده هوريها لكم، ده هو ده محرك في طيارات لعبة كده الناس بتشغلها بريموت. بس بتكون كبيرة شوية، أكبر من لعبة شوية يعني. تقريبا شفت حاجة زي على كده يعني. هو هي لعبة، بس لعبة بتاعت كبار شوية يعني. قفلت اهي، عايز بس اوريكم شكلها. انتوا سامعيني يا شباب ولا لا؟ ايوه دكتور، سامع حضرتك. ماشي، ده المحرك كله على بعضه. ده يعني بيبقى مثلا ما تحطه جنب، في منه مع احجام طبعا يعني، بس يعني اصغر حجم يعني ممكن يبقى قد الجنيه. عارفين الجنيه؟ جنيه الفضة بيبقى ده قده يعني، ده كله على بعضه. ففي محرك قد الجنيه يعني، عشان بس بعرف فيه. وفي محرك باخرة يعني، في ريكو تو ستروك بقى، نقول بقى اويل تانكر. انا عايز اوريكم يعني حاجه كومباريزون يعني، دي توضح لك
شكل عامل ازاي؟ ده هنا في واحد واقف هنا، ده واحد ماشي، ده محرك، ده محرك البواخر الكبيرة نقلات البترول اهو، ده محرك نقل البترول. ثلاث ادوار، دور اتنين تلاتة عشان بس تبقوا عارفين يعني. فالمحركات احجامها متفاوتة وفي منها الكبير قوي وفي منها الصغير قوي. نرجع بقى، فاحنا هنا بنعرض التلاتة، المحرك الصغير قوي، المحرك المتوسط اللي احنا واخدين على مقاساته اللي هو محرك السيارة، المحرك الضخم قوي. فتعالوا نشوف الفروقات بقى ما بينهم. عندكم مثلا البور اللي هو قطر المحرك الصغير ده مثلا 2 سنتي، بقول لكم يعني حاجة يعني صغيرة قوي. الستروك 2 سنتي تقريبا وشوية. هنا المحرك السيارة مثلا 9 سنتي وشوية واربعة من عشرة، الستروك 9 سنتي وتمانية من عشرة. هنا الكبير وده مش كبير قوي برضو، 50 سنتي قطر، نص متر، ومش ده اكبر حاجة يعني. اللي هو بتاع البواخر ده بيبقى 2 متر كده حاجة، الديامتر بتاع البستم 2 متر ممكن، حاجة كده فظيعة يعني. الستروك 1.60 متر. هنا حجم الاسطوانة الواحدة displacement اللي هي الفي displacement اللي احنا اتكلمنا عنها، مثلا هنا نقول حوالي 7 من 10 لتر، هنا يعني 7 من 1000 لتر، هنا 316 لتر. هنا ده انتوا عارفين برميل، برميل الزيت، عارفين برميل الزيت بتاع اللي بتحط فيه الزيت ولا مش عارفينه؟ عارفينه ولا لا؟ برميل الزيت ده اكيد شفتوه في دنيتكم يعني ولا ما شفتوهوش قبل كده؟ رد عليا شويه. شفناه يا دكتور. ايوه ايوه شفناه. شوفوا برميل الزيت ده، شوفوا بيبقى كبير قد ايه، وفي حوالي 160 لتر اللي هو ده مثلا برميل البنزين او برميل البترول دلوقتي وصل حوالي 120 دولار، يعني كان اللتر بدولار يعني او الا حبه يعني. فالمحرك الضخم ده فيه برميلين وحته يعني، فده الهافي ديسبليسمنت. طب تعالوا نشوف الار بي ام، بما ان المحرك صغير فاقدر اوصل لسرعات عالية والعكس صحيح يعني. فهنا بوصل ل 13000 ار بي ام، هنا مثلا 5200 ار بي ام، هنا 125 ار بي ام. فمحركات البواخر ما بتلفش بسرعة كبيرة، بتلف بسرعة بطيئة يعني. الباور فير سيلندر، القدرة بقى اللي بتطلعها لي كل اسطوانة، الصغير ده اللي 2 سنتي في 2 سنتي ده بيطلع لي ايه؟ 0.72 كيلو وات، 7 من 10 كيلو وات. ده بيطلع لي حوالي 35 كيلو وات، ده بيطلع لي 311 كيلو وات. طيب الافريج بيستون سبيد هنا عندي دي 8.8 متر بير سكند، هنا عندي 17 متر بير سكند، عندي هنا 6.7 متر بير سكند. الباور تو ديسبليسمنت ريشيو
يعني ايه، يعني انا بطلع باور قد ايه على الحجم قد ايه. يعني هو كل اللي عمله قسم الرقم ده على الرقم ده، الرقم ده على الرقم ده، اللي هو كام كيلو وات بير لتر. هنا عندي 109، يعني لو عندي 1 لتر هيطلع لي 109 كيلو وات، هنا لو عندي 1 لتر هيطلع لي 50 كيلو وات، هنا عندي لو 1 لتر حوالي يعني 1 كيلو وات. في حاجة اسمها بريك مين افكتيف بريشر، ده هنقول عليه مين افكتيف بريشر، يعني ضغط متوسط، يعني ضغط متوسط، وبريك يعني مقصود بالقدرة الناتجة يعني، بس يعني هنتكلم عليها قدام شوية. هنلاقي قيمة دي وهنتكلم على تعريفها يعني قدام شوية. هنلاقي قيمة دي بتبقى 503 كيلو باسكال، يعني حوالي 5 بار، وهنا 11 بار و7، وهنا 4.7 بار. فدي فروقات، رغم ان ده محرك صغير جدا وده محرك متوسط مقارنة يعني بالصغير والكبير وده الكبير، الا ان في بعض الحاجات يعني في حاجات كومن ما بينهم، حاجات كومن ما بينهم. الحاجات الكومن دي اللي هي اللي بنقدر نقول عليها بقى ايه، المعاملات اللي احنا بنقدر نوصف بيها المحركات. في جزئية في الباب ده اللي هو حساب الديستانس، اللي هي distance between crank axis and wrist pin، وحساب السبيد. المعادلات هنا محطوطة، دي مجرد يعني انتوا خدتوا theory of machine مش كده ولا ايه؟ خدتوا يا دكتور خدناه، نجحتوا فيها ولا لسه؟ الحمد لله. في حد شالها؟ طيب دي متاخده من السير، يعني المفروض ان انتوا تعرضتوا لحاجات شبه كده. يعني مش هخش في تفاصيل المعادلات دي يعني، بس هي مجرد تعويض علاقه الاس اللي هي الاس سمول اللي احنا اتكلمنا عنها بالكرانك راديوس والكرانك بوزيشن انجل، والار اللي هو هنا كونكتنج رود لينث ما اتكلمناش عليه، ده نتكلم عليه عشان ما ننساهوش. الار ده هي مجرد تعويض في المعادلات دي او يعني استنتاج منها، تقدر تحسب المسافة وبالتالي تقدر تحسب الافريج سبيد، الافريج سبيد، وتقدر تحسب الانستنتينيوس سبيد كمان. يعني خلوا بالكم اللي هو اليو بي اللي هي اللي احنا حسبناها 2 اس دي المتوسطة، في انستنتينيوس بتحسب حسب الكرانك انجل، دي مجرد تعويض يعني مش هخش في اثباتها يعني ولا حاجة، ولكن هي معادلات موجودة عندنا نقدر نستخدمها عشان نحسب بعض حاجات قدام يعني ان شاء الله. في عندنا ريشيو مهمة جدا اللي هي الـ R small اللي هي crank connecting rod length، connecting rod length على A اللي هي crank radius، ودي بتتراوح ما بين 3-4 في الـ small engines ومن 5-10 في الـ large engines. احنا نعتبر المحركات السيارات من ضمن الـ small engines عشان بس تبقوا عارفين يعني، فهي بتبقى حوالي الربع او يعني 4 يعني. اللارج انجن ده اللي هي بقى محركات البواخر والحاجات دي يعني عشان بس بعرف. طيب تعالوا بقى نشوف، احنا قلنا ان الفي ديسبيسمنت هي
هي المساحة الحجم المحجوز ما بين البوتوم ديد سنتر والتوب ديد سنتر، فهو بيساوي الفوليوم عند البوتوم ديد سنتر ماينس الفوليوم عند التوب ديد سنتر. ده دي المعادلة بتاعت الفي ديسبيسمنت، وادي الفي ديسبيسمنت اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي باي على 4 في بي سكوير في الاستروك. لو عندنا عدد الاسطوانات ان سي، فلو عايز اعرف بقى التوتال بقى ديسبيسمنت فوليوم هضرب بقى الفي ديسبيسمنت في عدد الاسطوانات. وده مثال برضو مش بس مش واضح قوي عشان الكتاب معمول سكاننج، يعني انا وريتكم صورة اوضح، يعني هي نفس الصورة تقريبا، ولكن هنا لو تاخدوا بالكم في كائن هنا، ده الانسان وده المحرك، ده محرك باخره، وده الايه المحرك الصغير بتاع الايروبلين موديل، ايروبلين موديل هنا في الحته دي اللي بيركب فيها المروحه، الحته دي ده كانه كاربراتير اللي بيدخل الوقود، البزبوز الصغير دون بدل السبارك بلاج هو بيعملوا ايه، المحركات دي بتشتغل بحاجة اسمها ايثانول، الايثانول ده يعني بدل بنزين، يعني الايثانول ده عشان اشغل بيه المحرك بقوم ايه ملفف ده كده عشان يدور، بيبقى له كده عام حاجة زي الشنيور كده تركبها عليه وتلفف فيلف معاك، بس عشان يحصل حريق بقى جوه الاسطوانه بيجيبوا سخان زي السخان بتاع الشاي كده ويحطوه على الحته دي، الحته دي بقى بتسخن تحمر، فايه لما ادور ده يقوم حاصل حريق جوه كان دي السبارك بلاج او البوجيه جوه الاسطوانه فيلف بقى ويشتغل، فدي بتبقى فيها المروحه، فالموديل بتاعنا يطير يعني. في عندنا علاقة تانية ما اتكلمناش عليها، قلنا الفي كليرنس هو الحجم عند التوب ديد سنتر، حجم بقى المتبقي في فوق الاسطوانة اللي هو حجم الخلوص. عندنا برضو ال V at bottom dead center هتساوي ال V at top dead center زائد ال V displacement، وبما ان ال V at top dead center بيساوي ال V clearance يبقى ال V at bottom dead center هيساوي ال V clearance زائد V displacement. تعالوا نرجع برضو للصورة نشوفها عشان تبقى أوضح، الحجم لما البيستون ده يبقى عند البوتوم ديد سنتر بيساوي الحجم الخلوص، حجم الخلوص اللي هو في كليرنس زائد حجم الإزاحة في ديسبليسمنت، ده كل اللي احنا قلناه دلوقتي. طيب هيظهر لنا معامل جديد اسمه كومبريشن ريشيو او نسبة الانضغاط، الكمبريشن ريشيو دي بتوصف يعني المحركات حسب هي بتشتغل، يعني ايه يعني هي هتشتغل بنزين ولا ديزل ولا غاز طبيعي. الرمز بتاع compression ratio ساعات بيبقى R أو ساعات epsilon، يعني حرف epsilon هعمل زي الأربعة كده تقريبا، بس هو
باللاتيني يعني ابسلون. الفاليوز بقى دي بتختلف من نوع لنوع، يعني نوع محرك ديزل عن محرك بنزين. محرك البنزين الكومبريشن ريشيو بيتراوح من 7 لحوالي 11. طيب الكومبريشن ريشيو دي هي عبارة عن ايه اساسا؟ هي عبارة عن نسبة، هي نسبة حجم الحجم عند البوتوم ديد سنتر الى نسبة الى الحجم عند التوب ديد سنتر. فدي هي دي الكومبريشن ريشيو، او بمعنى اصح هي الفي كليرانس زائد الفي ديسبيسمنت على الفي كليرانس. فالقيمة دي بنقول انها في البنزين بتتراوح من 7 لـ11، وفي الديزل بتتراوح من 14 لـ24، ونقول يعني متوسط في البنزين حوالي 9 لـ10 او 9.5 او 11، دلوقتي وصلوا لـ11. في الديزل المتوسط في العادة بيبقى 17 بلس او ماينس واحد ولا حاجة. فده دي الكمبريشن ريشيو. يبقى انا لو شفت محرك الكمبريشن ريشيو بتاعته 20، اقدر اقول ان ده محرك ايه، بنزين ولا ديزل يا اولاد شباب؟ ديزل. ماشي. يبقى انا مجرد ان انا شفت كومبريشن ريشيو اقدر احدد نوعية الوقود اللي هيشتغل مع هذا المحرك. ماشي. ودي حاجة مهمة جدا، دي حاجة مهمة جدا. ما ينفعش محرك بنزين يشتغل مثلا بكومبريشن ريشيو 14، مش هيشتغل، هيحصل مشاكل كتير. ومحرك الديزل لو اشتغل بكمبريشن ريشيو اقل من 14 بيدخن ومبقاش شغال كويس، والكفاءة بتاعته بتبقى منخفضة. يعني ده اللي بيحصل فعليا يعني. طيب حاجة زي الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي بيشتغل من 10 لـ12 compression ratio. عشان كده المحركات البنزين سهلة أوي إن أنت تحولها غاز. المحركات الديزل في الغالب بيحولوها بنزين عشان يحولوها غاز، بيشيلوا بقى منظومة الحقن ويحطوا منظومة إشعال، تبقى شغلانة يعني. بيقول لك أحسن إيه المحركات الديزل ما نحولهاش غاز، نجيب محرك بنزين أو محرك شغال غاز من الأصل ونحطه في السيارة دي. طيب الكمبريشن ريشيو المحركات البنزين تطورت عبر الزمن من فاليو، هي بدأت قيمة صغيرة قوي أول ما اخترعوا المحركات يعني أو محركات السيارات، كانت الكمبريشن ريشيو 2.5. هتقول لنا يا دكتور أنت لسه قايل من 7، أنا بقول العادي يعني، لكن زمان كان في 2.5. كانت شغالة بس برضو كانت بتدخن وكفاءة قليلة وكلام ده. فبدأوا يرتفعوا بالكمبريشن ريشيو المحركات البنزين واحدة واحدة لغاية اما ايه وصلوا للفاليوز اللي احنا ايه شايفينها دي. هنلاحظ حاجة هنا مهمة، يعني ده سنة 1960، لو طلعنا عند 70 نلاقي الكمبريشن ريشيو عالية، لأنهم بدأوا يبصوا على ايه، على الكفاءة. لأن سنة 73 حصل قطع لإنتاج الوقود أو إنتاج البترول من دول العربية كلها عشان تقف جنب مصر في الإيه، في حرب ضد إسرائيل يعني. فحصل ارتفاع شديد في أسعار البترول في الوقت ده، يعني وصلت $40 للبرميل. واي نعم دلوقتي 120، وصلت ل $120 للبرميل، ولكن $40 في الوقت ده كانت تساوي كتير يعني. فبداوا يدوروا على تحسين الكفاءه، فاول حاجه فكروا فيها يعلوا الايه كومبريشن ريشيو. وبعدين لو لاحظنا هنا
بعد 75 نزلوا تاني لأن حصل إيه، رجع تاني لإنتاج بترول وبعد بداية معاهدة السلام وكده أهو. وبعدين رجعنا تاني لرفع compression ratio عشان نرفع الكفاءة ونقلل الاستهلاك وكده أهو. فده التطور بتاع الإيه الـ compression ratio عبر السنين يعني. طيب هنا برضو في معادلات بسيطة جدا تاني مش مطلوب انك تحفظها بس عشان تبقوا عارفين، بس يعني اعرف انها موجودة، اللي هي عبارة عن الحجم بقى بتاع الاسطوانة بيساوي قد ايه، سلندر فوليوم as a function في في crank angle يعني. فهو بمجرد انه ايه عوض الفوليوم بتاع الديسبلسمنت بيساوي الفوليوم في كليرانس زائد الاريا مضروبه بقى في المسافه اللي بتحركها البيستون، هو دي المسافه اللي بتحركها البيستون. ففك الكلام ده وعوض بيه بدلاله الار اللي هو يعني كونستانت، يعني ار كابيتال هنا كونستانت، و compression ratio و crank angle. فقدر يطلع ايه ratio كده بتقول لك الفوليوم بتغير بشكل ايه يعني. طيب تعالوا كده نشوف اول مسألة. اول مسألة عندنا في الكتاب هنا بتقول لنا ايه، جونز اوتوموبيل. جونز ده واحد يعني، ما تخضش لما حد يقول لك جونز اوتوموبيل، واحد اسمه عربية، اوتوموبيل يعني عربية او سيارة جونز. has three liter يعني هو الاوتوموبيل فيه محرك 3 لتر، طبعا مقصود 3 لتر هنا اللي هي الفي ديسبليسمنت توتال، اللي هو الفي ديسبلسمنت بتاع كل اسطوانة مضروبة في عدد الاسطوانات. SI يعني Spark Ignition Engine، ده من ضمن الكلاسيفيكيشنز بتاعت المحركات، انواع المحركات. في عندنا Spark Ignition وفي حاجة اسمها Diesel Engine او Compression Ignition Engine. السبارك Ignition Engine، Spark Ignition Engine هو المحرك اللي بيشتغل بالشرارة، او اسمه باللغة العربية محرك إشعال بالشرارة. الديزل إنجن أو كومبريشن إجنيشن إنجن محرك إشتعال بالضغط، وناخد بالنا الفرق ما بين الإشعال والإشتعال. الإشعال من حاجة خارجية يعني شرارة، أنا بولع في الإيه في الإنجن عشان يشتغل. إشتعال اللي هو إنه بيشتعل ذاتياً. فالديزل نعرف هنا معلومة ان الديزل بيشتعل ذاتيا. طيب نرجع بقى للمسألة بتاعتنا. عندنا عم جون ده عنده عربية فيها محرك 3 لتر، المحرك ده محرك بنزين V6 يعني هو المحرك على هيئة V، وعنده 6 اسطوانات. That operates on a four stroke cycle يعني بيشتغل على four stroke at 3600 rpm، بيشتغل على 3600 rpm. The compression ratio 9.5. The length of connecting rod 16.6 cm. And the engine is square. ايه بقى الengine is square دي؟ الengine is square يعني البور بيساوي الستروك. البور بيساوي الستروك. طب هل في حالات اخرى؟ ساعات يبقى الانجن يعني ساعات يبقى البور اكبر من الستروك، وساعات العكس يعني ساعات الستروك يبقى اكبر من البور. مش لازم، دي حالة خاصة يعني، اللي البور بيساوي الستروك دي حالة خاصة. بيقولك at this speed combustion ends at 20 درجة after top dead center. يعني في السرعة دي
الحريق بينتهي عند 20 درجة بعد التوب ديسنتر. يبقى احنا هنلاحظ هنا ان بدأنا نتكلم في بعض المصطلحات، ان احنا عندنا في حريق وبينتهي عند زاوية معينة، واكيد بدأ في زاوية معينة، يعني اي حاجة بتنتهي اكيد بدأت. فتعالوا نرجع تاني للرسمة بتاعت الايه، بتاعت المحرك بتاعنا ده. لما اقول زاوية افطر توب ديد سنتر، ولو المحرك بيلف مع عقارب الساعة، يبقى هي الزاوية في الاتجاه ده. يعني لما اقول لك 20 درجة بعد التوب ديد سنتر، يعني انا ايه بشوف اتجاه الدوران، فايه امشي كده، يبقى في الاتجاه ده. لو قلت بيفور توب ديد سنتر، يبقى هلاقي الايه، هلاقي الزاوية بتاعت الناحية التانية، يعني الناحية دي تبقى بيفور. يبقى كده بيفور وده افتر. يعني ايه بيفور وده افتر؟ يعني كرانك يا اما هنا قبل، لو قبل يبقى بيفور، لو بعد التوب دي سنتر يبقى افتر. واضحة الحتة دي ولا فيها مشكلة يا شباب؟ اللي مش فاهم يرفع ايده ويسأل لو سمحت. طيب افهم كده ان انتوا فاهمين؟ هو مينا ليه مش داخل بالاكاونت بتاع الكلية يا شباب؟ ولا منا دي مين؟ ده مينا ولا منا؟ اللي هنا جيست ده، سامعني يا استاذ ولا استاذة؟ رد عليا يا باشمهندس. هو نام ولا ايه؟ طيب نجرب بقى حاجة ظريفة كده. تعرفوه مينا او منا ده يا زياد؟ لا بصراحة ما اعرفش، ما اعرفوش، ما نعرفوش دكتور. يعني هو داخل يستمع الينا كده؟ يا ابني رد عليا، ممكن او ممكن يا بنت، ممكن يكون النت عنده معلق او حاجه، بس هو طالما مش علامه حمراء يبقى هو مش اونلاين معانا، يعني مش منور احمر زينا كده. هو كده مش اونلاين، مش معانا كده. طب نطرده بره كده نشوف هيرجع تاني ولا لا. لما يرجع بقى قول لي يا ابني. حاضر يا دكتور. طيب نرجع بقى للكلام بتاعنا. عندنا هنا الحاج جون ده عنده عربية فيها ايوه في تلبسي، ما فيهوش ميكروفون بس مش اكتر، يعني بس لاجج او لجيت ان بس بالفون عندي، بس انا داخل تيم ويب فانا ما عنديش ميكروفون في البي سي. طيب. طيب انت يعني انت داخل شخصين، بشخصين ولا بشخص واحد؟ اصل احنا لقينا واحد معانا ومش من الكليه فانا طردت. لا هو انا مسجل دخول بس بالاكونت بتاع الكليه من على الفون عندي، بس فتح المحاضره من على البي سي بس مش اكتر. ايوه ماشي. في البي سي يعني سجلت كتبت اسمي بس في الاتندنس من الفون، فتح المحاضره من على البي سي. ماشي اوكي. شكرا دكتور. شكرا لك. طيب عندنا قلنا عندنا جون ده عنده محرك، عنده عربيه فيها محرك 3 لتر سبارك اجنيشن انجن في 6 فور ستروك، شغاله عند 3600 ار بي ام، كومبريشن ريشيو 9.5. بدا يقول لنا بقى شويه معلومات، الكونكتنج رود لينث طوله كذا، البور بيساوي الستروك، والكومبشن انز ات 20 درجه
افتر توب دي سنتر، يعني العمليه الحريق انتهت عند زاويه 20 درجه بعد التوب دي سنتر. طيب ابتدي بقى هيبتدي يسالك بقى شويه اسئله، السلندر بور والسلندر ستروك احسبهم ازاي، ابتدي حل معاك اهو واحده واحده. تعالوا نشوف الفي ديسبليسمنت بتساوي طبعا للسلندر الواحده بيساوي الفي توتال على عدد الاسطوانات، وبما ان احنا عندنا عدد الاسطوانات 6 فهو قسم على 6 فاصبح 3 لتر على 6 اصبح ايه نص لتر، يبقى الاسطوانه الواحده حجمها نص لتر. طبعا اللتر عشان احوله المتر مكعب بقسم على 1000، يعني المتر مكعب فيه 1000 لتر فاقسم على 1000 فبقى 5 من 10,000 متر مكعب. الكلام دون بيساوي ايه لو حجم الاسطوانه الواحده، نرجع بقى للقانون الاولاني اللي احنا شرحناه اللي بيساوي باي على 4 في البي سكوير في الاس. طيب وبما ان هو قال لنا ان البور بيساوي الاستروك هنعوض بقى البور بيساوي الاستروك فاساوي البي بالاس او الاس بالبي مش مشكله، يبقى عندي المعادله دي اصبحت في مجهول واحد يعني بي كيوب. احسبها طلع مثلا الدايمتر او البور ب 8.6 سنتي واتحسبها بالمتر الاول بعدين ضربها في 100 هحولها لسنتي، لو عايز تحولها للملي هتضربها في 1000 يعني 86 ملي. وبما ان البور بيساوي الاستروك فقال لك البور بيساوي الاستروك. طب فرضنا انا قلت لك لا البور بيساوي مثلا 9 من 10 الاستروك، فحضرتك هتعوض برضو في المعادله دي بدل البور بيساوي الاستروك هتقول ايه البور بيساوي 9 من 10 استروك، تعوض بقى ايه دي مثلا 9 من 10 سكويرد ودي تبقى الاستروك وتطلع الاستروك وتضرب بقى تحسب بقى البور بعد كده. معادله بسيطه خالص ويعني ناس في تاني اعدادي ولا تالت اعدادي يعرفوا يحسبوها يعني. طيب بالنسبه بقى السؤال الثاني قال لك احسب الافريج بيستون سبيد. احنا اتفقنا الافريج بيستون سبيد بيساوي 2 اس ان، بما ان انا عارف الاس وهو قايل لي الان 3600 اعوض هحصل على الافريج بيستون سبيد وهي في الرينج الطبيعي اللي هي 10.3 متر بير سكند. وهنا بقى عايز انبهكم لحاجه مهمه جدا، احنا دلوقتي بنعلمكم ان انتوا تبقوا مهندسين، والهندسه انتوا عارفين يعني ايه اساسا انجينيرنج ولا لا؟ خدتوا انتوا اساسيات الهندسه في اعدادي صح ولا ما خدتوهاش؟ ايوه دكتور. يعني ايه هندسه؟ طيب يا هندسه انجينيرنج دي تقريبا جايه من كلمه انجين، فاكر حاجه زي كده في فاندمنتال. طيب ادينا بندرس لك الانجين اهو، خلاص انت بقيت انجينير دلوقتي. طيب لا هو الانجينيرنج او الهندسه it is applied science، احد تعريفاتها طبعا ليها تعريفات كتير، احد تعريفات الهندسه it is applied science. احنا في الساينس او في العلوم يعني احنا نقبل اي رقم ايا كانت قيمته، نقبل اي رقم ايا كانت قيمته. اما في الهندسه هنقبل اي رقم قابل للتطبيق، فعشان ان احنا بنتكلم على ايه it is applied science يعني العلم او العلوم المطبقه، ده معنى كلمة الهندسة عشان بس تبقوا عارفين. وده يجرنا لحاجة مهمة جدا 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 لازم تعرفها من هنا لآخر عمرك، ان انت لو حسبت حسبة وطلعت القيمة غير منطقية انت لازم تعيد الحسبة تاني او تصحح الخطأ او تقول ان الرقم ده غير منطقي،
فاحنا اتفقنا ان مثلا ان الافريج بيستون سبيد بتتراوح من 10 ل 12، في حاجات 15، في حاجات 25. افرض طلع لك مثلا الافريج بيستون سبيد ده 500، فرضنا يعني واحد حاس ضرب على الكالكوليتر شويه ارقام طلع 500، هل انا اسيبه 500 ولا اعمل ايه؟ ها يا شباب اعمل ايه بقى في موقف زي ده، الامتحان كده وانت مزنوق هتعمل ايه؟ حسبت حسبه وطلعت الافريج بيستون سبيد دي طلعت 500، 5000 بلاش 500، والرقم الطبيعي بتاعها 10 بلس اور ماينس 5 مثلا، هتقول ايه ولا هتعمل ايه؟ ممكن اغير الوحده مثلا ولا لا بقى، ما انت حسبت والامتحان بيخلص والوقت بيروح منك، هتعمل ايه؟ ممكن اكتب كومنت اللي هو مش الرقم لوجيك يعني، بقول ان الرقم مش منطقي. صح ايوه كده، تكتب كومنت تقول الرقم ده مفروض يطلع في الحدود من كذا لكذا، وتكمل مسألتك كده، هعتبرك انك شخص فاهم عندك اساسيات الهندسة اللي احنا بنتكلم عليها. يعني انا ما اقول لك مثلا كومبريشن ريشيو بتاعت حسبت بتاع مثلا محرك بنزين، وانت عارف من المسألة انه محرك بنزين طلعت 5000، تبقى هتقول لا اكيد انا عندي حاجة غلط، حسبت حاجة غلط، عوضت في حاجة غلط، واخدين بالنا؟ ماشي. فمن هنا بقى وانت رايح كده لغاية ما تخلص على الأقل عندنا في الكلية، لو طلع لك رقم، لو طلع لك رقم ما هواش منطقي، يبقى لازم حضرتك تعلق عليه وتقول ده الرقم ده غير منطقي والطبيعي يطلع في الرينج من كذا لكذا. ماشي، عشان بس ايه تاخد الدرجة بتاعت المسألة. يبقى بدل يعني انا لو اديت لك درجة على لو فرضنا دي عليها درجتين، درجة على المعادلة، دي مهمة جدا انك تكتب المعادلة والخطوات، ودرجة على النتيجة النهائية. لو انت سبت لي النتيجة النهائية بايظة كده فانت طيرت كله، لا خطوات ولا، فمش فاهم حاجة، فده غلط كله، المسألة بتبقى كلها غلط. طيب لو طلعت لك صح خدت الدرجتين بتوعك، لكن لو طلعت لك غلط وعلقت يبقى تاخد مثلا ايه 3 ارباع الدرجة، يعني بدل يعني مثلا تاخد 1.5 بدل ما يبقوا 0. فده الفرق بقى مثلا ما بين جيد جدا مثلا ومقبول او ضاد، او يعني الجريدز عندكم سي باين ولا في اف بقى، في دي ولا ما فيش عندكم؟ في دي. ايوه طيب اف ومثلا سي وبي، ده اللي بيفرق الواحد زي كده يعني، فخلوا بالكم الحاجات زي كده. طيب السؤال الثالث، احسب كليرانس فوليوم اوف وان سلندر، خلوا بالكم من كلمه وان سلندر. فطبعا احنا حسبنا حجم الاسطوانه الواحده كان نص لتر، وقال لك الكومبريشن ريشيو 9.5، هي رمزها هنا ار سي في المرجع ده، بتساوي كومبريشن ريشيو بيساوي الفي ديسبيسمنت زائد الفي كليرانس على الفي كليرانس. انت عرفت الفي ديسبيسمنت، المجهول في كليرانس، هتحسبها يطلع لك حوالي 59 سنتيمتر مكعب. النمره 4 بقى بيستون سبيد ات اند اوف كومبشن، وهنا اللعبه بالكلمات او اللعب بالكلمات، بيقول لك احسب البيستون سبيد ات اند اوف كومبشن. احنا عندنا الاند اوف كومبشن، هو قال لك 20 درجه افتر تو دو سنتر، وهنا في معادله الانجن سبيد، البيستون سبيد اس اللي هي الفي، لا دي الكليرنس، هنا المعادلة بتاعة البيستون سبيد فوق. اهي اليو بي على اليو بي افريج بتساوي معادلة في ساين سيتا والار. هو قال لك
كونكتنج رود 16 سنتي وشويه اللي هو الار سمول، وكرانك انجل انت عارف قصدي كرانك راديوس انت عارف الستروك فتقسمه على 2 فتحسب الكرانك راديوس، طلع الار بتاعتك تعوض بيها في المعادله دي وتحط الساين 20 او كوزاين 20 هتطلع لك دي ريشيو، تحسب الافريج سبيد وتضربها فيها تطلع البيستون سبيد. تعال نشوف هو عمل ايه بقى في المساله. اول خطوه حسب الكرانك اوفست او اللي هو الكرانك راديوس اللي هو بيساوي الستروك على الاثنين حسبه، والار الار كابيتال بيساوي ار سمول اللي هو كونكتنج رود لينس على الاي من 16.6 على 4.3 حسبها طلعت حوالي 3.8 حسب الريشيو من المعادله اللي احنا لسه قايلينها اهي، عوض بالثيتا ب 20 درجه طلعت قيمه حسب هو قبل كده الافريج بيستون سبيد، عوض هنا اهو طلعت الايه اليو بي ات اند اوف كومباشن او السرعه عند انتهاء الحريق. السؤال الخامس distance the piston has traveled from top dead center at the end of combustion، احسب المسافة اللي هيتحركها من top dead center عند نهاية الحريق، برضه عند نهاية الحريق اللي هي عند اللي هي 20 درجة برضه، يبقى كل يعني هو قال لك الجملة دي كل الغرض منها انك تاخد 20 درجة وتعوض بيها في المعادلات. طيب البيستون بوزيشن برضه معادلة البوزيشن اللي هي قبلها بتساوي القيمة دي الـ A اللي هو crank offset أو crank radius في كوزاين الثيتا في جذر 2 جذر R سكوير ناقص A سكوير ساين سكوير ثيتا، تعوض في المعادلة يطلع لك اتحرك من التوب دي سنتر قد إيه. وفي حل آخر بيقول لك إيه الـ X دي بتساوي ال R اللي هي ال crank radius في A اللي هي connecting rod زائد A يعني minus ال S اللي هو دي distance traveled. ما ال S دي ايه؟ ال S دي اللي هي المسافة ما بين السنتر بتاعت ال crank radius crank يعني center crank وال piston pin دي ال S. فالإكس بقى هي المسافة اللي هي طرح الآر اللي هو connecting rod lens زائد الراديوس ماينس الإس اللي هي المسافة اللي هيتحركها. طيب الانستانتينيوس فوليوم برضو معادلة الفوليوم بيعوض بيها برضو عند الإيه؟ إيه لازمة الكلام ده يا ولاد؟ ده الكلام ده بينفع في كذا حاجة، يعني الحتة دي كده بتنفع في كذا حاجة، كونك انك تعرف السبيد والفوليوم والديستانس عند حالة مهمة زي انتهاء الحريق او بدء الحريق او نص الحريق او تلت الحريق دي مهمة جدا يعني. طيب انا هتوقف كده لغايه هنا، كفايه كده النهارده. في حد عنده اسئله يعني لغايه هنا ولا لا؟ يعني لو في اسئله الناس تبتدي تسال. شباب مع حضرتك دكتور، في اي اسئله يا شباب؟ في اي اسئله دكتور؟ بس انا مش فاهم حته ان الكومبريشن ريشيو قلت من بعد السبعينات، يعني مش المفروض انا عايز ازود الكفاءه عشان احرق بنزين اقل، يعني المفروض ازودها تبدا تزيد يعني.
هي قلت عشان بقى عن هو حصل مشاكل لما علوا compression ratio، حاجة اسمها knocking هنتكلم عليها قدام شوية. فحصلت المشاكل بتاعت النوكينج فقللوها شوية عشان يعملوا زي موائمة أو optimization ما بين الكفاءة وتشغيل المحرك بدون مشاكل يعني. ماشي دكتور، هو القوانين بتاعت الحاجه على الحاجه في وقت في الزمن بتاع الانجن يعني الفوليوم مثلا، على الفوليوم مثلا عند زاويه 20 او حاجات دي. أيوة. حاجات دي مطالب ان انا اكون حافظها ولا لا؟ بص احفظ القانون، ما تحفظش هو اتعمل ازاي او اثبت ازاي، احفظ القانون بس. ماشي تمام يا دكتور. انا مش بطلب منك اثبت لي قانون في الغالب يعني، المادة دي مش مادة اثباتات يعني، هي مادة فهم ومعادلات يعني تطبيق معادلات يعني. ماشي طيب انا اتوقف لغاية كده، ان شاء الله معادنا الاسبوع الجاي. ولو في حد عنده اي استفسارات ممكن تكتبوها على التيمز وانا هرد عليكم في اقرب وقت، بس خلوا الاستفسارات كلها على التيمز ومش برايفت يعني، ابعتها على الجروب كلها عشان لو حد عنده نفس الاستفسار ما يضطرش يبعت لي انا برايفت تاني وهرد عليه، او يعني انا مش هرد على الحاجات البرايفت الا اذا كانت هي حاجه برايفت فعلا يعني. ماشي ماشي يا شباب، السلام عليكم، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم. وعليكم السلام.